كنتواجد الآن بمقبرة بني مغيث، حيث سوف يعرى جثمان المرحوم الذي تعرض إلى صاقة كهربائية ببني خلف. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا زالت التحقيقات جارية بعدما تم حمل الجثة إلى مصلحة التشريح الشرعي. وهنا بهذا المكان سوف يوارى جثمان هذا المرحوم الذي تعرض للصاقة الكهربائية، كما كنقولوا له التونسيون، ولا ما يسمى بالفولت العالي. إنا لله وإنا إليه راجعون. الذي تعرض للصاقة الكهربائية اللي تم حمله إلى المستشفى أو إلى مكان الطب الشرعي بالرحمة والبيضاء. لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم. اختي انت في هذا الدار هذا في وقعه الحادثه ديال ريان الله يرحمه مسكين ووالديه برحمه الله، يمكنك تحكي لنا كيفاش طرا، شنو وقع، كيفاش توصل لديك البلاصه، وكيفاش كيجيو اخويا ديما عندي، ماشي اول مره، ماشي جوج، ديما كيجيو عندي كيطلعوا كيبقاو يلعبوا تما كاين في السطح هو وخوته، ماشي غير بوحدو. هذيك النهار راه ربي يحفظه، صافي مره كانت غطرا كارثه، عاود مره الدراري سته اللي طالعين، الدراري راه كتحضي معاهم اخويا جات عيات غادي دير الدري، راه الدري ما عارفش، هو عنده 13 عام، عاد ولدي انا اللي عنده 6 سنين كان طالع معاه الفوق، راه ولدي اللي كان هو ويا الفوق عنده 6 سنين دري صغيره، دينا عاد جدارميه البارح، قال لي جيب الدري اللي كان معاهم، وكان خوه هذا بحال هذا واخا تهضر معاه اشنو عارف، هذا واخا تقول لي راه الخاطر هذاك راه هو الخاطر ومشى شد فيه، ها هو عارفه ودري عنده 13 عام ومشى شد فيه، عاد هذا صغير هذا اش غيعرف. وتشوى مسكين الكلمه الاولى والاخره المسؤول اللي كيتحملوا حقاش حنا مشينا راه فايت اصلا دي مقطع مقطع وداز الطريف هذيك الحمد لله حتى واحد ما جا هذا ومشينا شكينا بسبب هاد مشينا شكينا ملي مشينا شكينا الجامعه مشينا للجامعه صيفطتنا للجامعه القياده مشينا للقياده القيد خرج المقدم جا المقدم شافهم مقطع ومدى اللي طايح عاد عيطوا ليهم قال لك المقر ديالهم في بن سليمان طلعوا لبن سليمان حنا قال لك كانت ليديك مرحبا بن سليمان قال لك ما كيتسوقوش لهنا نوينو قال لك ما كتعطيناش قيمه ما كيجاوبوناش كاع بحال ما هكا وهالناس اللي كانوا معايا شهود ملي مشينا راه فوق 20 مره مشينا صافي جينا جاو اشنو داروا الحل واحد جاو عقدوه راه طلع تصور داروا ليه كور دا عقدوه ومشاو راه وفايت اصلا مقطع ثاني ثلاثه المرات هو تيتقطع كيجيو كيعقدوه الحل اللي كيديروا ليه كيعقدوه وكيمشيو دابا الحل واحد قال لك اللي كاين غنطيحوا لكم الديور فين غنمشيو حنا ها باش يحيدوا الحيط يديروا لي حل هو دري تشوى وما تسوقوش لي هو دري تشوى وما تسوقوش لي حتى واحد ما جا لا موالين الضو لا موالين الضو ولا حتى شي واحد بحال تشوات حمامه بحال ما كاينش قيمه كنت في اوروبا مش كيعطيو قيمه وحنا بنادم كيتشوى جاو لقوه في شويه وما عطاوش قيمه شتو طلعت كنجري انا كنت غير ما شغلتش ملي بالي الضو وقسما بالله بالك في السطح راه بلاتي وزاد ضربي يبدو البوطه ولقاو البطاطا كنقلي في الفريز بالك في السطح الخيط طاح حدايا باش طلعت كنجري ولدي الصغير هود وخوه وانا ري خويا مات وانا ري خويا مات خوه الصغير طلعت كنجري لقيت الدري مسكين من هنا الخيط شادو والو مجبد ما عرفت شي ردات فعل مجبد بحال ما كان لوحه اللي غنتلاح عليه تلاح عليا خويا انا جرني جرني راه ظهري كله محروق من الفوق تحت لتحت قال لي خويا واش انا غلبني راه قال لي راه ولكن قال لي راه الخطر هذاك ماشي قال لي مضاربه ولا باش غادي نتدخل قال لي راه خايب ديال الدوره اللي قاسوا قال لي كلشي غيتجري مشى كلشي راه كانوا غيمشيو سته الدراري ماشي دري ماشي جوج راه سته اللي كانوا طالعين ولكن راه دراري عيطنا لهم ماشي واحد ماشي جوج الدوار كامل عيط لهم شحال من دري عيط لهم واخا واخا حتى جا المقدم ملي جا المقدم هو اللي عيط لهم عاد اللي طلعوا ما طلعوش الاسعاف الاول طلعوا الجدارميه الاسعاف جات من ورا الجدارميه الجدرميه اللي جاوا الاولين شحال ديال الوقت اختي تقريبا ساعه وزياده ساعه وزياده
الدري كان باقا فيه شويه الدري مسكين مجبد تما الفوق مجبد. شكون يبقى عباد الله طلعوا هاد البلاصه كلها تستفتح رجال وعيالات الخيط كيطردك شي كيهرب ليه شي كيمشي ليه. واخا كان عنده شي تاثير هذاك الحادثه على الضوء عندكم هنا في راه ديما هذيك النهار تقطع راه اش غنقول لك راه تقطع راه دار كارثه ثاني تقطع من الجنب من الهي القضيه ديال بنادم تهزاني سيمانه والضو مقطوع ما سوقوش لينا كاع هذيك المره ثاني من الهي تقطع. سمعنا بروفيتا وقع حادثه بحال ما كلش ولد من الاولاد الصغار مات هنايا مات هنا ما عرفتش ما نقدرش نقول لك ما فراسك ما نقدرش نقول لك. المهم هو لا في نفس الدار لا لا انا اصلا الدار خديناها مبنيه ولكن ما انا تعبر 12 عام وانا ساكنه باش شارينا الدار ولكن لا ما عمرنا سمعنا بان في نفس الدار ولا ما عمرني سمعت. الرساله ديالك توجه للمسؤولين في هذه الحاله اخويا ما عندناش مسؤولين ما كاينش ما عندناش قانون ما كيعطوش البنادم قيمه بنادم في في المغرب ما عندوش قيمه بحال ما كاينش ما كيتجاهلوك ما كيعفطوا عليك بحال قتلوا سراق الزيت ما كيتسوقوش لك والو ما كيعطيوك قيمه ما كيعطيوك حتى شي حاجه. قلت لك ها هو دري التشوى شكون جا شي مسؤول جا شي حاجه جا عطاو شي قيمه والو ما تواصلوش معاكم والو 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 ما كاينش شي واحد شفناه من نهار الحادث من نهار التشوى الدري ما كاينش شي واحد طل ولا شفناه ولا جا سول ولا اش من خطر ولا اش من قيمه ولا والو ما خطا المقدم اللي رجع البارح جا صور ثاني هذا الشيء ومشى من غير والو. واخا العائله ديال هذا الضحيه هذا الولد هذا شفتيهم كتعرفيهم؟ هما ساكنين حدانا غير جيراننا هما بيناتنا غير زنقه حط راسك في بلاصتهم عندك الولاد وخصوصا التويمي من اللي غيبان لي واحد داخل عليه واحد ما كاينش اش غنقول لك الله يرزقهم بالصبر والصبر. هما دابا متخوفين انه وقع نفس بزاف 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 راه قلت لك عندي دراري صغار بنتي راه عندها غير 3 سنين بحال هذه اش غادي تعرف راه واخا يبان لها حداها راه غتمشي تشدو تايا راه ولدي الاخر ها ولدي ها راه عندي دراري باقيين صغار راه قلت لك التكبير غادي تحضي ولكن الدري الصغير واخا ما عرفتش تقول لي راه ما كيعرف والو كل ما جوج كيطلع ينقز ولي عندك فوق الا بغيتي غضرب ولا خلعتي كيهرب لك تما الفوق اش غادي دير كيبغي يلعب كيلعب في السطح ما عندوش في والو ما عندهمش فين يلعبوا هنا ما كاينش انتما كتشوفوا راكم شفتوا كلشي على عينيكم فين غيلعبوا فين غي واخا يبغي يلعب كاع يكون نفرض كاع كاين في العفره تخرجوا في هذا الشمس الحل الواحد ديال هو السطح ديالهم غيلعب فيه. واحد شويه ديال الصبر نسولك واحد السؤال واش عمركم تواصلتوا معاهم على قبل هذا المشكل؟ مشينا مشينا خويا شكينا به ملي تقطع ديك المره مشينا ليهم قال مشينا للجماعه الجماعه قال لك ما كيتسوقوش لينا صحاب نوين وقال لك ما كيعطيوناش قيمه. كاين جماعه؟ الجماعه ديال اللويزيه مشينا ليهم مشينا للجماعه ديال اللويزيه قالوا لينا خويا حنا ما حنا قالوا لك واخا كنعيطوا ليهم ما كيتجاوبوش معنا كون كان ليديك على العين والراس نوين وقال لك ما كتجاوبناش ما كتعطيناش قيمه سيروا للقياده مشينا للقياده عاد القائد فعلا سامع لينا جا المقدم طلعنا لقينا المقدم سبقنا جا المقدم صوروا داك الشيء جاو عيطوا ملي جاو فرحنا قلنا حنا راه غيحيدوه ولا غيغلفوه ولا غيديروا ليه شي حل جاو اخويا راه طلع الفوق داروا لي كور عقدوه ومشاو هذا هو الحل الوحيد اللي داروه لي وهذيك النهار ثاني ملي تحرك الدري وتقطع داروا لي ثاني كور اخرى عقدوه ومشاو من ذاك النهار في الليل ما بقى طلع حد ما بقى جا حد ما بقى قال لك الخيط اش دار ولا والو. رسالتنا خويا يحسوا بينا راه واخا كتعوج واخا كتهضر واخا قلت لك كلشي هو دري التشوى دري التشوى ما كاينش اللي تسوق. شكرا لك. راه كنت طلعت وشتي انت براسك مجبد الفوق راه ماشي غتلاقي لي راه ما عرفتش شنو غدي. اللي رجعوا شوفوا يخليك راه شتي هذا هو الحل الترقيع اللي كيديروا هذا هو كيديروا دوك الكوردات راه العقدات اخويا قدامكم الاولى والثانيه كما كتشوفوا معنا كما شفتوا معنا هذا هو الحل اللي كيديروا ملي كيتقطع وهذا كيشكل خطوره في حد ذاته كما شفتوا معنا انتم راه قريب للسطح قريب للحيط قريب لكل شيء يعني صعيب صعيب